أهمية التعليم الخاص هو متابعة الطالب دراسيا، وأهمية هالشي بالنسبة للطالب هو يشارك بالصف بثقة أكتر وبيكتسب معلومات ودراسة جديدة. أما من واجبات المعلمة كتوصيل المعلومات وإعطاء المنهج من كل قلبها كرسالة تربوية، وخاصة هلأ بالنسبة كتعليم مدمج أونلاين عم نلاقي شوي صعوبة أكتر. فأوقات بنتعاون مع الأهل، بنقول لهم تعاونوا معنا شوي، مثلا أنا بقول لهم مثلا روح أنا لاقي الطالب شوي دارس شوي منهم مراجع حافظ شوي حتى هيك نخفف شوي عن بعض. وخاصة في أهل منهم متعلمين فبيحطوا معلمي، بس كمان المعلمي كمان عليها دور كبير فإنها تعطي هالطالب. وفي أولاد يعني كدراسة بتحسوا إنه بيفهموا المرة الأولى من الشرح الأول، في أولاد مرة تانية، في أولاد تالت مرة، يعني كل ولد حسب استوعابه. فكتير أنا بلاقي هالعاطق هالشي ونجاح الطالب بيوقف على المعلمة خصوصي.